مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة. اليوم حنتكلم شوي عن أهل السودان، أهل النقاء والجمال اللي قلوبهم فعلا بيضاء، وجوههم بيضاء. ربنا يحفظهم ويحفظ أهل السودان والسودان لأهلها. سنتكلم عن بعض العادات الرمضانية الخاصة في هذه الدولة اللي هي لها رونق خاص بيختلف عن باقي الدول، حيث يبدأ بزفة رمضان. وهي الزفة هي عبارة عن بنتظروا الجميع، المفتي لما يعلن أنه غدا رمضان بخرج الجميع في زي مسيرة بالشرطة والأهل البحي، وكلهم بيحتفلوا في بداية رمضان قبل ما يذهبوا إلى صلاة التراويح الأولى اللي بيصلوها قبل طبعا ليلة رمضان. وهذا ليلة رمضان، يعني هذا تعتبر من أهم اللي هم يزفوا، كما يزف العريس أو العروس، هم بزفوا حضور هذا الشهر. وهذه طبعا فرحة جميلة، بيكون فيها أهازيج وبيكون فيها مديح للرسول صلى الله عليه وسلم وطبول وأشياء زي هيك. طبعا الشيء الغريب في أهل السودان أو الشيء المحبب، يعني شيء جميل، هو أنهم لا يأكلوا فرادى، يعني ما بوكلوا في المنزل. عادة يفرشوا، خاصة الرجال يخرجوا خارج المنزل وبفرشوا الحصير ويضعوا ما لذ وطاب من الأكل الموجود من المنزل، وكلهم يتشاركوا أهل الحي في هذا الأكل. فلا يقال أنه هذا جاب طبخ وهذا ما جاب وهذا جاب، أي واحد يقبل ويعزم على هذا وكلهم بأكلوا مع بعض. وهاي بتجيب المودة والرحمة بين أهل الحي، يعني هذا شيء جميل جدا في يعني عادة، يعني أتمنى أني أحضر رمضان في السودان وأشوف هاي العادة عن قرب. يعني أنا سمعت عنها كثير من أصدقائي السودانيين، طبعا عادة جميلة جدا، وعندهم عادة اسمها قطع الطرق. هاي العادة يعني عادة، يعني هي مش قطع الطرق بشكل سلبي، هم بوقفوا وقت الأذان، بوقفوا على الطريق العام أو الطريق الأساس، وبحملوا إيش بسموها اللي يلبسوها على رأسهم، بفكوها وبوقفوا الطريق بشكل جميل، بحيث انهم يجبروا سائقي السيارات والشاحنات انهم يجوا يفطروا عندهم. هذا من حبهم للعطاء، انه تفضلوا هذا بيوتنا مفتوحه لكم، الان حان وقت الافطار، مش لازم تنتظر لما تروح على منزلك، هذا بيتي بيتك، تفضل وافطر. شوفوا ما احلى هذه العاده. يعني طبعا عندهم عادات كثيره، منها المدح الرسول صلى الله عليه وسلم. عادة بعد صلاة المغرب والإفطار بيذهبوا إلى جلسات، وبيستخدموا آلة اسمها النوبات، وهي عبارة عن طبلة كبيرة في جلدية، وبيبدأوا بمدح الرسول إلى تقريبا صلاة التراويح، وبعدها أو بعد حتى صلاة التراويح ممكن يستمروا إلى نصف الليل. في عندهم أكلات كتير رهيبة، منها ملاح الروب أو ملاح الروب، هي عبارة عن حليب رايب، حليب مع الفول السوداني، وتعتبر من أشهر الأكلات السودانية في خلال شهر رمضان. في عندهم عادة جميلة جدا، وهي عادة تبادل الهدايا في رمضان، وهي عادة يعني من العادات اللي معروفة في شهر رمضان عند الكثير. فالأغنياء بيبعثوا للفقراء، والفقراء أيضا بيبعثوا للأغنياء هدايا قد تكون بسيطة، ولكن هذه العادة عادة جميلة جدا في أهل السودان. العادة الأخيرة اللي نحكي عنها، وهي آخر خميس في رمضان، أهل السودان عادة بيسووا زي أكلة اسمها أكلة الرحمات. إحنا حكينا عن عشاء الميت عند بعض أهل الناس، وهذه تقريبا نفس العادة، بتصدقوا على أرواح الميتين رحمهم الله جميعا طبعا. ويعني عادة جميلة جدا من أهل السودان الشقيق. هذه بعض العادات اللي حبيت أحكي لكم عنها سريعا عن السودان. كل عام وأنتم بخير، ونراكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وسلام للجميع.